عقلانيه كثيره. بشكر جميع اصدقائي الاعيادي اليوم، اخت خديجه الاخت ديالها زوجة الاسطوره العالمي سمير عويطرا، اخت عائشة جات من برشلونه، الضيوف ديالها خويا وصديقي وش غادي نقول لكم الاعلامي الكبير خويا حسام، اهل الفن. وبالمناسبه سوري يعني غيره على الفن المغربي، لاول مره انا كنشهد بها هذا الانسان الطيب، وكذلك صديقتي العزيزه الاعلاميه الراقيه الجميله للا خديجه. بصراحه خديجه مساء الخير عليكم. انا المطربه منى اسعد، اليوم عندنا حفل تكريم الاستاذ الفنان الكبير سي راشد بالرياح، هو من اعز اصدقائي، وطبعا مشوار طويل صدقه والحفلات معاه من البدايه ديالنا، واليوم التكريم ديالو في مدينه تطوان، وانا كيشرفني انني نجي نكون في الحفل يعني كيشرفني بزاف. معنا نخبة كبيرة من الفنانين، كبيرة من الأدباء، الشعراء، يعني من طرف وزارة الثقافة ومن طرف جمعية أسماء كذلك، هي كترأسها إسماعيل الشكري والسي حسن العريش، وإن شاء الله تابعونا في الحفلة، راه غتكون مايضة بزاف، غتكون سهرة وحيوة. فاطمة الزهرة ميلود، ونحن اليوم نكرم، جينا مثلنا هذا الحفل البهيج مع هرم الكبير رشيد بالرياح، مثلنا مع حصلنا الشرف اللي مثلنا السهرة، وحنا فرحانين بزاف شركنا مع الفنانين الكبار، هاد العمالقة الكبار تبارك الله عليهم. أنا سعيدة جدا بتواجدي في هذا الحفل، الفنان الراي أو ملك الراي الفنان رشيد بالرياح، كنقول له ألف ألف مبروك ويستحق هذا التكريم وتشريف له في الحقيقة، وألف مبروك مرة أخرى للفنان رشيد بالرياح. وأنا سعيدة جدا باختياري أني نكون ضيفة في هذا الحفل المميز والباذخ البهي، وشكرا جزيلا. كريم إدريس معروف بلقب عم إدريس، التواجد ديالي في هذا الحفل ديال اليوم عنده علاقة بتكريم ديال الصديق ديالي الأخ ديالي واللي أنا من المعجبين به منذ زمان، والأستاذ والدرافات رشيد بالرياح. رشيد بالرياح من الناس الطموحين اللي واحد الوقت اللي بدات الموجة ديال الراي كانت منافسة قوية، كانوا من ضمنهم ميمون وجدي إلى غير ذلك، واستطاع رغم أنه خجل وظريف يفرض الاسم ديالو في الساحة الفنية، لدرجة أنه بعض الأغاني ديالو ولكن دابا كيتداول، هذا كيدل على النجاح ديالو في اختيار الكلمات واختيار الموضوع. بغض النظر عن الأغنية ديال يمينة بسلامة اللي هو كان كيغنيها على أمو، وأنا كان كيصحابيها كيغنيها على الحبيبة ديالو، فغنى أغنية ديال إيه مبروك علينا، هذه البداية ومازال حتى ولات كتغنى في ملاعب كرة القدم. فإذا جميع الجمهور ديال الرجاء ولا ديال تطوان ولا ديال اتحاد طنجة ولا ديال أكادير ديال المنتخب الوطني عامة ولات كتغنى هذه الأغنية حتى في الدول العربية، لأن هذا الظرفات هذا قدريين وخجول ماشي كسول. اخر اغنيه ديالو راه خرجات في يوتيوب، انا عجبتني توزيع الموسيقى ديالها، الصوت ديالو اللي باقي هو نفس الصوت باقي كيجتهد، كنتمنى ليه التوفيق والله يرضي عليه. الفنان هو الاخلاق.
الفنان اللي ما عندوش اخلاق ما كاينش يقول انا فنان. هذا الولد هذا الاخلاق ديالو طيبه الله يرضي عليه رشيد الرياح، معروف الاخلاق ديالو بالشوميه ديالو، وانسان نبيل وانساني فنان متكامل. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.